أهلا وسهلا فيكم ومرحبتين في مكان جديد في أوتوا اسمه ريميك رابز. هذا المكان يعني قمة الرومانسية، قمة الجمال، قمة الحلاوة. في فكرة إبداعية يمكن ما تلاقيها في ولا مكان في العالم. ليش معمول هذا المكان؟ معمول عشان النيتيف أو السكان الأصليين بيحبوا يجوا على هذا المكان. خليكم معنا أورجيكم أكثر. زي ما انتم شايفين هذا المكان يقع على نهر أوتوا البارك واي، عشان هيك انه الناس بتيجي هون بتقصدر وبتمشي قريب كتير من النهر. يعني هاي النهر قدامنا، وزي ما انتم شايفين غاد في النوارس قاعدة في نص النهر بتسبح. وهي المكان اللي بحكي لكم عنه. ليش هذا المكان مشهور؟ لانه بيجوا الفنانين اللي بيحبوا فن الحجارة وبيعملوا تركيب الحجارة على بعض. طبعا هاي الحجارة ممكن توقع بعد فترة، بيجوا ناس تانيين بركبوا. الغريب فيها انه بيحاولوا انهم يعملوا اشكال مختلفة. طبعا هذا هو الفن فيهم والجمال تبعها. طبعا في هذا المكان بتصير كتير شغلات اكتيفيتيز ممكن تيجوا تحضروها، يوغا. اليوم مثلا الساعة 5 المساء انا مشترك معهم، الساعة 5 المساء في يوغا بيسووها هون، بتقدر تيجي تسوي معهم يوغا تطلع على هالمنظر الحلو. الساعة 7 برضو اليوم في واحد ستوري تيلرز من ساوث افريكا جاي بده يحكي قصة، فانت بتقعد تسمع القصة هاي مع اولادك ومع هذا بتنبسط وبتطلع على هذا المنظر. طلع طلع. طبعا هاي الحجارة محطوطة فوق بعض تركيب، اوكي، مش ملزقة باي شيء، ولا باجو ولا بصمغ ولا بسمنت. طلعوا هالمنظر الجميل جدا. يعني طبعا شايف كلها تركيز حجر على حجر، كيف يمسك الحجر، ما في اي انسترومنت بيستخدموها، ما في اي شيء بركبوه. طلع هون يعني هاي الناس بتحاول قاعده تحط حجار. منظر رائع يا جماعه، منظر جميل جدا جدا. طبعا بيفتحوا هذا للناس في كل اعتقد يوم احد عشان الناس تدخل وتغير وتسوي اللي بدها اياه. بس يعني بعلم الأولاد الصبر، بعلمهم كيف طلعوا هذا. يا الله يا الله، منظر جميل يا جماعة. بتقدر تيجي تتصور مع هذا المكان. يعني مش عارف بدي أحكي لك. خليكم مع هالمنظر الرائع. حط لكم العنوان تبعه، وطبعا اذا تعبان حاطين لك كراسي تقعد عليها. شوفوا هالمنظر، يعني القعده هون بس تامل وابداع. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. المكان رائع جدا، جميل، استمتعوا فيه. تعالوا بس اقعدوا غيروا جو. It is gorgeous day. Love it. هاي كانت تمشي، هلا اجت ارتاحت هون شوي تطلع على هالمنظر. يعني انبسطوا. عجبتكم القناة؟ بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.